علماؤنا يقولون، يعني بين قوسين علماؤنا يقولوا انه ايفرست اثر على اوروبا، في رجزيه إيفرست اثر على أثر اوروبا، على أوروبا. وهناك الرجزيه اللاتينيه صح، وايفرست على العرب ما اثر، ما له علاقه بالعرب، ايفرست لان العرب ما تاثروا فيه. الان في مكاتب في باريس او في اي دوله اوروبيه بتلاقي بالمكاتب عم موجوده كتب ايفرست؟ ما موجوده. يعني بتلاقي بكتب بمكاتب الفلاسفه القدماء تبع من 700 او 800 سنه او العلماء موجوده بالمكاتب؟ غير ما موجوده عندنا، بس لانه نحن ما عم نتجاوزهم. يعني هن تجاوزوا بالرشد، هن اللي اثر فيهم تجاوزوا، بنوا عليه وتجاوزوا، وتجاوزوا. نحن تجاوزنا الغزالي؟ ابدا. ما قدرنا نتجاوزه لليوم، وممنوع تتجاوزه، ممنوع.